أنا اليوم كما ريتو يعني رجع شو هذوما الدورات نتاعنا في المرق الكسكسي كان بوني افريكا رابية توليت في سوق افريكا بون التفريغ علي نسقي الكسكسي متاعنا الخضرة متاعنا الكرامبية الزين سايب الحوت بتاعنا انا حطيته نرميه في المرق وبعد نخرجه نحطه في الكسكاس باش ما يطيحش الشوك بتاعو فهمت يا حاج ولدي حطوا مالوز شالة تونس ما تحشمناش مانيش نقول مروحين بها واحد يكون واقعي يحشم على روحه ويكون راجل يكون راجل سكتو يكون راجل كإكسبير في الكورة وكإنسان حياته كاملة يرضى في البزولة متاع الكورة وكذا والرياضة ونيك عبي في كرشو وفياجات وزب يبلع فمه يبلع فمه يقول شاء الله نعملوا نتيجة باهية وتتقصر مش مروحين بها اشتراوح براس العصبة في السرمك يعجبكش يا اخي الاخرين كلهم قاعدين سوق دي شاز غولانت ولا زبي بس غبا نو بهيش يتوز فهمت ميرسي خليه المرق على روح في سوق افريكا رابية توليت في سوق افريكا